صباح الخير من جديد لكل الأشخاص يلي انضمت لأنه لو محطتنا الحوارية الأولى صباح النشاط والحركة والمسؤولية يلي اليوم هي المسؤولية عم توقع على عاتق المجتمع ككل وعلى الأسرة وأيضا على الطالب. أولا بعد ما بلشت المدرسة في هيك استعدادات كثيرة وفي تهيئ وتأهيل يعني نفسي وتربوي ومجتمعي خلينا نقول صحيح. حتى يكون هيك عام مليء بالطاقة والنشاط. صحيح بالفعل معك حق، بس يرجع أيلول بترجع المدرسة حتى ريحة الجو بتحسيها مدرسة بشهر أيلول حرفيا تمام أكيد. والتأهيل للطلاب بالمدرسة هو أهم نقطة للانطلاق للمجتمع الأكبر وحياتهم المستقبلية خلينا نقول. تمام، هي التفاصيل كلها طبعا رح تكون مع ضيفي الموجود اليوم. نقول للشاعر والأستاذ نعيم علي مية أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباح النور كل عام وأنتم بخير. أول شيء كل عام وأنت بخير، صباح الخير. كل عام وأنت بألف خير أستاذ، كل عام يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير وانت بخير استاذ علا. الله يسلمك. اذا بدنا نحكي عن بدايه كنا عم نحكي انه بس يرجع ايلول ريحه الجو بتحسسك انه مدرسه، خلينا نحكي عن هذا الطقس ايلول والمدرسه وبدء العام الدراسي خلينا نقول. تماما. هلا للامانه طبعا بالبدايه بتوجه بالشكر للمركز الاذاعي والتلفزيوني بالكادرين الاداري والفني على هذه الرعاية والاهتمام دائما في كل تفصيل من تفصيلات الحياة المجتمعية العامة وبالتحديد الخاصة أبناء الساحل. هاي نقطة. النقطة الثانية بدي وجه مباركة وتهنئة لجميع المعلمين بدءا من مدير التربية الأستاذ عمران أبو خليل بمناسبة العام الدراسي الجديد. حكيتي أستاذي علا وكانت عم تحكي الأستاذي زينة بموضوع المجتمع الأصغر والمجتمع الأكبر والتأهيل والإعداد يعني والاستعداد. طبعا هو حقيقة طالب عندما بيرجع للمدرسة هو للأمانة يشعر بماذا؟ بنشاط زائد. لماذا هذا النشاط؟ هذا النشاط نابع من الفرح. الفرح بماذا؟ ليس فقط بباب المدرسة، المدرسة كجدران لا تعني شيء أستاذي زينة أستاذي علا، لا تعني شيء المدرسة كجدران، المدرسة تعني حياة بمن فيها. فهو يشتاق لمن؟ يشتاق لزملائه بالدرجة المهمة جدا يعني. طبعا هناك اشتياق أيضا لمن؟ للأساتذة، للمنهاج وسعي نحو المستقبل، لأن الهدف الأساسي من دخول المدرسة هو التحصيل العلمي. إذا لماذا نحن نرسل أبناءنا إلى المدارس؟ يعني حقيقة من أجل أن يحسنوا مستقبلهم، هذا المستقبل الذي ينعكس على من؟ على المجتمع. تفضلت الأستاذة زينة والحديث المتبادل الصباحي بينك وبين أستاذي عن موضوع عودة الطالب والفرح والسعادة والتأهيل. هذا هو حتى التأهيل كانت عم تحكي أن التأهيل المجتمعي، التأهيل الأسري. طبعاً الأسرة كيف تستعد والتلميذ كيف يستعد والمجتمع كيف يستعد؟ حقيقة هناك كل هذه الأشياء تلعب دور ويصب هذا الدور في ماذا؟ في خانة واحدة وهي إعداد هذا الطفل أو هذا الطالب لمجتمع أكبر، هو المجتمع الحياتي العملي، المجتمع المستقبلي، المجتمع الذي نحن لا نعيش فيه في المستقبل. يعني بمعنى نحن نعمل من أجل أبنائنا، أبناؤنا الذين يصبحون فيما بعد هم قادة الحياة، هم قادة الوطن، هم الذين هي. لذلك كان الاهتمام جدا. الاستعداد النفسي من الدرجة الأولى أستاذي زينة أستاذي علا نابع من التلميذ نفسه يعني للأمانة. يعني هذا الفرح، هذا الاستعداد، هذا الإقبال. لماذا؟ لأنه يدرك بأن هناك تغير في حياته سيصبح، وهذا التغير صار في كسر روتين. تمام، وتغير نحو الأفضل. يعني برغم من أنه مثلا لا يعني عودة الطالب إلى المدرسة يعني نهاية اللعب، لا طبعاً. بالعكس يعيد له زخم جميل من اللعب مع رفاق لا يستطيع أن يراهم بشكل مستمر كأبناء الحي. يعني مثلا هلا الطالب يشوف أولاد حارته بشكل يومي، أما في بأبناء مدرسته زملائه ما بيشوفهم كل يوم، ممكن بينتقلوا من العام للعام. تماما، من عام لعام. هذا بيلعب دور. اثنين، عندما يعلم هذا التلميذ أن هذا المكان اللي هو المدرسة هو نقطة انطلاق نحو مستقبل، سيشتاق إلى المعلومة والمعلم، للمعلومة والمعلم، فما بالك إذا كان هذا المعلم ينال أو يحصل على محبة هذا التلميذ. تمام، هي النقطة كتير مهمة أستاذ نعيم. يعني اليوم قديش أساليب الأساتذة، يعني اليوم كل شيء تغير بصراحة، المناهج تغيرت، الطلاب تغيروا، طريقة التعاطي مع الطالب تغيرت، يعني صار في وعي أكبر للطلاب غير أيام زمان، صح؟ يعني كان أيام زمان في فرض نوعا ما أنه عن الأساتذة، عن الدرس، كان في جدية أكثر، بس اليوم الجيل فتح، الجيل واعي، عنده قدرة استيعابية كتير حلوة، وعنده قدرة باستيعاب كل شيء اليوم حديث وتكنولوجي. فقديش اليوم في دور كتير مهم وكبير على الأستاذ
يكون اولا متطور، منهاجه واسلوبه بالعطاء كمان حديث، لانه اليوم اذا بدك عم تعطي على الطريقه القديمه يعني اليوم الطالب سوري منك يعني ما بقى راح يحبك، صح؟ صح. وحيكون قريب كثير من الطالب الاسلوب، دور المعلم اليوم. هلا انا بدي اشكرك استاذه زينه على حكيتي على موضوع انا مرحله التغير، والتغير دائما يحمل معنى اخر ومعنى ايجابي ومعنى سلبي، يعني طبعا. هو نحن نقصد فيه التغير الايجابي، التغيير يعني المقصود فيه التغيير، هذا ما اريد ان اتحدث به تماما. هو موضوع التغيير بين التعليم سابقا والتعليم حاليا، قديما كان قائم التعليم على التلقين، أما الآن أصبح التعليم قائم على التعلم والتفاعل. هذه نقطة كثير مهمة يعني، وللأمانة أنا من خلال هذا المنبر يعني أوجه الشكر لكل من يسعى إلى هذا الأمر ويعمل عليه، تحقيق التفاعل بين الأطراف كافة. صحيح. يعني التعليم أو المدرسة أو بشكل عام التربية لا تقتصر على مدرس أو معلم ومدرسة فقط، لا لا لا، الأهل، الجيران، الإعلام، التلفزيون، الصحافة، الإنترنت إلى آخره. النقطة اللي صار فيها تغيير إيجابي أستاذي زينة، أستاذي علا، هو عملية، أو حتى نربطها بالأسلوب، هو عملية الانفتاح الإيجابي نحو ماذا؟ نحو تقنيات الحياة. يعني تم توظيف تقنيات الحياة، تقنيات الاتصالات، تقنيات المعلومات، تقنيات التواصل في ماذا؟ في مد جسور جديدة وحتى تمتين الجسور القديمة، أي تجسير العلاقة بين الطالب والمتعلم والمعلم عفوا. هذا التجسير قائم على ماذا؟ على طريقة إيصال المعلومة، وهنا تكمن نقطة مهمة جدا. الطريقة أي الأسلوب اللي تفضلت حضرتك أستاذ زينة فيه، هو موضوع كيف يوصل هذا المدرس المعلومة. النقطة الثانية اللي هي مهمة أيضا، أنه هذا الطالب أو هذا التلميذ هل لديه الاستعداد؟ يكون الاستعداد موجود عند التلميذ إذا كان هناك تقبل للمدرس، وهنا تكمن الحقيقة الكبرى. كيف يتعامل المدرس مع طلابه؟ أنا أعتقد لا يمكن للمدرس أن يتعامل مع طلابه إلا من مبدأ الأبوة. لماذا؟ لأن الأبوة هي عاطفة، والعاطفة تحمل الخير دائما. لا يمكن أن نقول أن الشر هو عاطفة، لا يمكن أن نقول أن الكره هو عاطفة، لا، هو حالة مختلفة، هو حالة أخرى مخالفة لمن للأشعار. لذلك نرى أن إذا كان هذا المدرس يتعامل مع الأبناء أو مع التلاميذ والطلبة بناء بعاطفة الأبوة، حقيقة سيلمس هذا التلميذ هذا الأمر عندما يدخل إلى قاعة الصف. صحيح. ويرى هذه الابتسامة من ذاك المدرس أو تلك المدرسة التي تحمل عاطفة الأمومة أيضا كمان، أو هي في منزلها أم ستتعامل معه. لذلك نرى أن الطفل يستعد باستعداد نفسي، أنه مشتاق لمن؟ لعاطفة جديدة، مشتاق لحالة جديدة، لكلمات جديدة. أن المدرس يحمل مفردات يمكن تزيد عن الأهل. صحيح. للأمانة بسبب العمل يعني. صحيح. يزيد عن الأهل، فيحتاج الطفل إلى هذا الأمر. هلا هون بدي ارجع شوي للاسلوب، شفنا على الفيسبوك زينا يمكن انتبهتي على اسلوب جدد، اغاني، ادخال التعليم عن طريق الاغاني او الاغاني. صح. صحيح. بس شفنا اللعب والاغاني مزبوط، بس شفنا احيانا تعليقات انه احيانا عم يطلعوا عن الجو شوي. هون قد ايه دور الاستاذ كثير مهم لحتى يكون في شويه تفاعل، ما هيك يضل محافظ على انه انضباط الصف التقليدي اللي نحن بنعرفه، يمكن لازم يحافظ بنفس السويه، يكون في نوع من التوازن ما بين الطريقه التفاعليه والطريقه التقليديه. استاذ علا والله لك السؤال كثير يعني دقيق، ودي اشكرك عليه كثير. يعني التفاعل بين الطالب والمدرس لا يعني خلق فوضى. صحيح. حقيقة لا يعني اني انا مثلا انا بحبه لابني كابن، انا مطالب، لا يعني اني اذا بحبه لابني بسمح له لابني يتجاوز حدود العادات والتقاليد او الاعراف. يعني انا ما معقول مثلا ابني بالبيت لاني بحبه بسمح له يكسر الكاسة، يكسر شاشة التلفزيون أو شيء. صحيح. لا أسمح بالفوضى نهائيا. هذه نقطة كثير مهمة، وكذلك الأمر ينعكس وينطبق على من؟ على التعليم المدرسي في القاعة الصفية أو في غير قاعة صفية. لابد من ضوابط وقوانين، يعني بمعنى أستاذي وجود الحرية التعاملية أو التعليمية لا يعني الفوضى. الفوضى هي عدم وجود قوانين. صحيح. عدم وجود أنظمة. أما الحرية هي ما هي؟ تحرر فكري، تحرر إنساني، تحرر عقلي، تحرر معلومات. أنا أريد أن أنتقل من هذا بهذا الطالب، من مرحلة الطالب اللي أنا فرضا عندي طالب بكالوريا بالمدرسة عم علمه بكالوريا، هذا بعلمه 3-4 أشهر، بعد 3-4 أشهر سيكون طالب طب، إذا هو طبيب، إذا يجب علي أن أتعامل معه بمستقبل قريب. يعني صحيح. أبعد مستقبل بين الطالب بين الطالب والمعلم هو 9 سنوات 10 سنوات، ما في أكثر من هيك. يحصد هذا الأمر. لذلك التفاعل
ليس يعني أن يكون هناك أغاني أو شيء، يجب على المعلم أن يختار الطريقة المناسبة. الحوار، أنا أعتقد أنه أفضل شيء هو الحوار، وأفضل شيء مهما كان العمر، صح؟ طبعا مهما كان العمر، لأنه بالأساس أستاذي زين، وأنا بدي أشكرك على هالمداخلة الجميلة وهذا التعقيب، على أنه مهما كان العمر، وأنا بصر كثير كثير على موضوع أن يكون العمر في أدنى مستوياته. يعني أوقات مثلا بيكون الطفل صغير بيقول لك أنه شو عم تاخذي وتعطي معه، بس بيفهم، يعني أنت خذ وعطي مع الطفل بيفهم عليك. تماما، لأنه في مرحلة يعني حتى ما بس عم تعلمي عم تاخذي وتعطي معه بالحديث، عم تعلميه ثقافه الحوار. صح. لانه الحوار يحتاج الى اسس كثيره، اولا احترام الذات المتبادله. صح. يعني انا عم احترم فيه شيء وعم يحترمني، هي وحده. اثنين، بدي اعلمه الاستماع. لماذا عندما يعلم ويتعلم ان الاستماع يعطي قيمه احترام؟ صح. هي نقطه. النقطه الثانيه، يجعل كلامه مسموعا، يعني بمعنى انه انا عم احكي هلا او اتعلم منه انا للطفل، انا اعلمه واتعلم منه. تماما، يعني هلا انا فرضا هلا بحديثنا انا عم احكي، الست علا والست زنا عم يستمعوا لي، اذا في احترام، وبالمقابل عندما انا بسمع بتحدثوا انا بستمع، اذا الكلام مسموع، فهذا الطفل بيشعر بماذا؟ بانه هناك اهتمام وهناك احترام. لذلك هذا الحوار كثير مهم، ما معناته اني انا فرضا والله امثل حركات، وبالمقابل لا يعني تنسيق او تنفيذ حركات يعني تقليل، هو سلاح ذو حدين، وهو مفصل جدا جدا خطير. يجب علينا ان نعرف متى نستخدم الطريقه وكيف ومع من، يعني ومع من. انا لا احاور اللص، لا احاور اللص انه سرق، انا اريد ان اقول لهذا اللص انك انت تجاوزت الحدود الدنيا في الاخلاق. لذلك لا يحاور اللص، يحاور صاحب العقل، صاحب العقل هو الذي يحاور. تمام. هلا بإضافة يمكن أقول لكل هاي المفردات، اليوم الطالب الأستاذ، وعم نحكي شوي تاني عن الأهل، ولكن في شغلة كتير ونقطة كتير مهمة كمان، إنه لحتى ندير كل هالكوادر لازم يكون في إدارة ناجحة، لأنه اليوم المدير الناجح وين ما كان، سواء بمدرسته أو بالبيت، يعني حتى المنزل، هو بحاجة أيضا لإدارة ناجحة. فقديش هذا الموضوع إنه كتير مهم يكون في مدير ناجح بالمدرسة، الإدارة تكون ناجحة لحتى تكون العملية التربوية كلها ناجحة. تماما، أنا شكرا كثير لهالأمر. هذا في شغلتين كثير بسيطتين كثير أستاذي الزينة بموضوع الإدارة. أولا، إذا أخذنا من حيث الشكل الهندسي، الدائرة هي الدائرة، مثلا دائرة وإدارة. الدائرة هي مجموعة من النقاط التي تشكل خط لكن له يسار مستقيم. أي أنها تقوم على ماذا؟ على الانحناء، على الميلان، على الانعطاف، على التدوير، أي بمعنى على المرونة. الدائرة لا تنكسر طبعاً. الخط المستقيم ينكسر. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي بدي أحكي فيها أستاذي زين، اللي وضعتي إيدك على كبد الحقيقة، وهو موضوع الإدارة في الأشياء. في النجاح يجب أن يكون هناك إدارة، ولكن هذه الإدارة أستاذي علا لا يمكن أن تكون إدارة حقيقية أو إدارة ناجحة إن لم تمتلك الإرادة الحقيقية. يعني أنت تدعين مدير، يعني بتعيني مدير انت، طب هذا المدير اذا ما عنده اراده بالنجاح، اذا ما عنده اراده بالاداره، اذا ما عنده اراده بتحسين الاشياء، مو بس انا اجي اقعد على كرسي والله مثلا والله اني اطلع انت وادخل انت وكذا، يجب علي ان اكون مدير وامتلك الاراده. وللحقيقه ان الاداره تحتاج الى، قبل ان تكون علم، هي موهبه وفن. فن طبعا. هي علم بقوانين، بانظمه، باداره اشياء، ولكنها هي موهبه ايضا وهي فن، تحتاج الى كثير من المرونه، وتحتاج الى الكثير من الاذان الصاغيه، تحتاج الى الكثير من الامتلاء. هذا الامتلاء استاذي علا بماذا يكون؟ الامتلاء بان هذه المدرسه، اذا حكينا عن المدرسه او هذه المؤسسه، هذه المؤسسه مجتمع مصغر. يعني ولكل فرد في هذا المجتمع المصغر او المجتمع الصغير له ظروفه وله اسبابه وله يعني حججه والى اخره واعذاره ومبرراته له كله، ولكل واحد منهم جاي من بيئه مختلفه، وكل واحد جاي من طريق مختلف، وكل واحد جاي معتلي وسيله نقل مختلفه. يعني رح يجي لهون، اذا ساكون انا ماذا؟ انا ساكون المكان الذي الجميع يرتاح فيه. لماذا؟ لأنني سأكون على مسافة واحدة من الجميع. يفشل المدير المدرسي أو أي مدير عندما يعمد إلى ماذا؟ إلى قانون الانتقاء والاصطفاء. قانون الانتقاء والاصطفاء في العمل الإداري فقط يكون في ماذا؟ في اصطفاء وانتقاء الذي هو ينجح في عمله. يعني إنه هذا الإنسان ناجح يستحق أن أكرمه. وهذا الأمر يعني أنا أشكر يعني القائمين على رعاية المتفوقين والمتميزين والمبدعين، ووجه الشكر أيضا والسيدة الياسمين التي استقبلت المتفوقين الأوائل على مستوى سوريا.
في اليومين الأخيرين، وهذا إنجاز جميل جدا جدا ومشكورين عليه جدا ورعاية، وحتى السيد مدير التربية الذي يرعى دائما التفوق المتفوقين. إذا لذلك أن يشعر هذا الإنسان بماذا؟ بأنه يستحق هذا التكريم لأنه أبدع. فهنا المدير يجب أن يكون يمتلك الإرادة قبل أن هو يمتلك الموهبة والفنية قبل أن يكون يمتلك القرار. هذه نقطة كثير مهمة. مثل ما قلت أنا، موضوع الاستيفاء والانتقاء في موضوع الإدارة هو موضوع خاطئ وفاشل ومفشل للمدير، لكن الانتقاء والاستيفاء على التميز والتكريم إيه؟ صحيح. هذا بيستحقه. هون إذا بدنا ننتقل على نقطة ثانية، هلأ زينا في كثير طلاب بحسوا أن المدرسة عبء، واجبات كثير ووظائف امتحانات مذاكرة، هي حقيقة. يمكن بيكونوا مبسوطين بأول ما يبلشوا أنه رفقاتهم، بس بالفعل هي مجرد ما بلشت المذاكرات بس عبء، عبء على الاهل وعبء على الطالب. هون كيف كان لازم احنا نتعامل مع الطالب، سواء الاهل سواء المدرسه او الكادر التدريسي؟ خلينا نقول شكرا كثير، يعني فعلا هو شعور، ونحن من نحن اليوم عم نحكي لك اوجاعنا أو نحن كنا نحس فيها وقت كنا صغار، يعني عن جد. هلا فعلا هو بتحسي احيانا انه الطالب متذمر والاهل احيانا بيتذمروا، يعني وبيكلفهم في استنفار كامل بالبيت. تماما بيصير استنفار كامل واعباء، مثل حكيت الاستاذ علا، عبء هو حقيقه اعباء، اعباء اجتماعيه نفسيه اقتصاديه الى اخره. فبتحسي في توتر تماما. ليش هذا الامر؟ للامانه لانه في فجوه، للامانه في فجوه ما بين الدرس والمذاكرة بيكون عند الطالب أو الأهل. بيكون هذا الطالب اللي بيخاف من المذاكرات بيكون هو طالب لا يقرأ خلال العام الدراسي أو خلال الأسبوع المدرسي، يعني خلينا نقول الدوام، هو لا يقرأ، هو يعتمد على ماذا؟ أنه هلأ بحل الوظيفة، هلأ كذا، هو متهرب، هو متسيب، هو فوضوي، هو اتكالي إلى آخره. ولكن الإنسان أو الطالب اللي بيعتمد المثابرة والمتابعة لا يحمل هم المذاكرة ولا يحمل هم للامتحان. لذلك نرى أستاذي أو أستاذي زين أن الطلاب المتفوقين اللي بيروحوا على الامتحانات هن واثقين من أنفسهم أنه كتير كتير، لأنه خلال عام دراسي هن مشتغلين. أما الخائف دائما دائما، لماذا خائف؟ لأنه لا يمتلك شيء. فهون الأهل بتجي بتتوتر، الأم بتوتر، الأب كذا، وبيسعوا لأنه يجيب أستاذ للمساعدة معهم بأثناء التسميع أو المذاكرات أو شيء. هذا الأمر لأنه ما معودين. لذلك أستاذي علا، أنا بعد إذنك أستاذي زينة أركز على موضوع أن الدرس يحتاج إلى مثابرة، يحتاج إلى متابعة، ويحتاج إلى ممارسة. أن الدرس هو ممارسة، يعني ما نهون والله أنا خميس وجمعة وسبت عطلة ما بقرأ، ما بيصير هالحكي. هلا للامانه اللي الخميس الواحد ما بيدرو، او خميس انا ما بطلع، انا مثلا بعد الظهر انا عندي مشوار لرفقاتي، وكانه الطالب هو محطوط بقمقم خلال من الاحد للخميس، بقمقم ممنوع حد يطلع يخليه يطلع، بيقول الخميس انا بدي اطلع والله ما هيك، الجمعه ما باخذ شيء. هي فكره خاطئه. هلا هو نحن لازم نستفيد من تجارب الاخرين. هلا هو يعني انه انقطاع العقل يعني الطلابي، عقل الطالب عن الدرس، هذا نحن أنا ضده. يجب أن يكون هناك متابعة للدرس دائما دائما. نعلم أولادنا حتى نحن مثلا بالصيف أستاذ زينة، نعلمه أنه يجيب كتاب قرأ، قرأ رواية، قرأ مسرح، تابع مسلسلات سينما، تابع كذا. نحن عندنا مشكلة أستاذ زينة أيضا، أنا مشكلة تعاطي مع الطالب أو أطفالنا ونوعية البرمجة اللي عم نبرمجهم. يعني اليوم تمام، هي كلها برمجة بصراحة تمام، وعادات تمام. كيف أنت يعني بتكتسب وتكسب طالبك أو ابنك العادات، يعني برمجة العقل الباطن على الدرس، برمجة العقل الباطن على المثابرة، على الاجتهاد، سواء بالصيف وبالشتي. فهذا تمام، يعني اليوم له دور كتير كبير من قبل الأهل. تمام أستاذي، يعني لذلك هلا نحن حتى نحن ببساطة فينا نتخلى عن هالكسل، الكسل التعاطي. نحن ندرك انه نحن لازم نساوي هيك. هذا الكسل نحن فينا ببساطه انه نقول لابننا مثلا مشي نروح نحضر في معرض للكتب. ما في حدا بيقول له لابنه مشي نحضر معرض للكتب، ما حدا. ما بيصير انت علمه الكتاب، علمه كذا، علمه مثلا انه والله في فعاليه ثقافيه، روح خلينا نسمع شو عم يحكي فلان. مثلا انا بدي اتشكر الاستاذ حتى مجد صاري مدير الثقافي في اللاذقيه والقائمين على الثقافه فعالية. للامانه يعني دائما بيستضيفوا ناس عندهم افكار، عندهم هيك فبيستضيفون. نحن ما بنجي نقول له لابننا مثلا مشي لنشوف اليوم الكاتب او الشاعر او الروائي او القصصي جاي او مفكر جاي عم يطرح في افكار، روح لنسمعه شو عم يحكي او ندخل بحوار معه. ما عندنا هالثقافة نهائيا. لذلك نحن عودنا أولادنا على موضوع الكسل المتعمد، التسلية والألعاب تماما. صح. لذلك الدرس هذا العبء اللي بيجي. صح. نتيجة مين؟ أنه هذا الولد ما متعود أنه يقرأ
خلال بقية الأيام الصيفية بفكر حاله خلص إني أنا سكرت المدرسة، بدي سكر هالشنطة، بدي كب الكتب، بدي كب الدفاتر. وكأنه أستاذي الزينة وكأنه تلميذنا صار بهالأيام هو أن المعلومة فقط من أصل من أجل العلامة، حصل على علامة انتهزت المعلومة وتلك مشكلة. مشكلة الآن للأمانة بعض الأهالي اللي تطوروا بمرحلة التعلم للأمانة واطلعوا على تجارب الآخرين وبيستشيروا بالاختصاصيين والأخصائيين والتربويين أو الأطباء الاختصاصيين، يعني بيستشيروا، وصلوا لمرحلة أنه نحن ما بس نخلي ولدنا أو ابننا ينقطع عن عملية التعلم والتعامل مع المين، مع المدرسة. لذلك بتشوفي أحيانا في طلاب أو أهالي طلاب بعتون لأبنائهم على المدرسة لنشاط رياضي، بعتون على المدرسة لنشاط ثقافي موسيقي بناء المدرسة. يعني أيضا يعني أنا بطلب من القائمين على التربية طبعا هن ما بيقصروا للأمانة أنه تتحول مدارسنا للصيف لمركز نشاط اجتماعي. مركز نشاط اجتماعي انه فينا نحن نحولها مشان نعلقوا لهالطالب انه المدرسه هي ايضا مركز نشاط اجتماعي مفيد، لانه تحت رعايه التربيه، تحت رعايه المدرسين، تحت رعايه القائمين على الامر هذا. فهون بنحصل على مين؟ على تلميذ يتهيئ مثل ما حكيتي استاذي علا بهالمقدمه الجميله انت والاستاذي نج، ننتقل بهذا الطفل بهذا الطالب من مجتمع مصغر الى مجتمع اكبر، فينتج عندما يكون هذا الطالب هو متصالح مع ذاته، هو مؤمن بماذا بماذا يعمل، هو مؤمن بأنه سيصل إلى سوية جيدة، نحصل على مجتمع أفضل. صحيح. وأمثل وأكمل. صحيح بالفعل، هون دور الأهل كمان كتير مهم، لأنه هي وزارة اسمها وزارة التربية قبل التعليم. فأنا مثل ما بيشوفني ابني بيشوفني عم أقرأ كتاب رح يقرأ كتاب، بيشوفني رايح على نشاط رياضي رح يروح على نشاط رياضي. تماماً. والنقطة المهمة خفف ضغط شوي. التفوق حلو بس أحيانا عم بيصير رهاب عند الطالب، أنه بيروح له جزء من العلامة بده يعمل كارثة، عم بيروح متوتر. كل الأهل بدهم أولادهم يصيروا دكاترة، ليش ما بتعرف؟ أنه هاي نقطة ضغط التفوق. التفوق كتير مهم بس عم يعمل رهاب للطالب وضغط. استاذي علا انت حكيتي بشغله مهمه والاستاذه زينه حكت بشغله، التفوق مطلوب ولكن التفوق لا يعني ان اصل مثل ما حكيت الاستاذه الى الطب فقط. يعني صحيح. طيب انا ممكن ان يكون انا متفوق وانا مثلا بغير اختصاص، بغير اختصاص. صحيح. انا كمدرس متفوق ربما بالتعليم المهني يطلع متفوق. تماما، متفوق مثلا مهني ما تعليم مهني، مهني. صحيح. عم بروح على مثلا انا بدي اروح اصلح سيارتي مثلا، بدي مهني شاطر. صحيح. متفوق بعمله. يعني التفوق مثل ما حكيتي تماما، ولكن في شغله استاذه علا حكيتيها انا بدي اركز عليها في عجاله. هو موضوع الرهاب او الضغط. انا ما طالبوا لابني بأكثر من طاقته. صحيح. أنا بستغل طاقته القصوى، ولكن أكثر من طاقته القصوى أنا ما بقى بستخدم، ما بقى بضغط عليه، لأنه صحيح. هذا الضغط ما راح بقى يجيب نتيجة. بالفعل. ما بقى عنده شيء إنه يوصل له إياه. يعني هو يحتاج إلى ماذا؟ إلى تشجيع، إلى تحفيز، ولكن هذا التشجيع أو التحفيز هذا يتحول إلى ماذا؟ إلى ضغط، ضغط نفسي، ضغط مجتمع، فما بقى بينتج. لذلك تماما. والنقطة اللي حكيت فيها الأستاذ زينة إنه نحن ما ضروري نكون كلاتنا أطباء، المجتمع يحتاج اختصاصة. يعني ابن خلدون يتحدث في مقدمته عن المجتمع وماذا يحتاج المجتمع، يحتاج إلى كل شرائح المجتمع، يحتاج إلى المعلم والمتعلم، ويحتاج إلى الطبيب والمريض، ويحتاج إلى الضد والضد، ويحتاج إلى النقيض والنقيض حتى ينجح المجتمع. أما إذا بني المجتمع كله على رتم معين، واحد، على نظام واحد، على سلوك واحد، إذا المجتمع إلى انهيار. صحيح. أكيد نتمنى عام دراسي كله سعادة وفرح ونجاح وتفوق. أكيد نرجع لك العام وأنت بألف خير، ويعطيك ألف عافية الأستاذ نعيم ميا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا كثير لحضرتك، وبالتوفيق ان شاء الله بقادم الايام. شكرا كثير لحضرتك. شكرا استاذ. اهلا وسهلا فيك. سعد صباحك.